فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يشتري من محل معين لحسن بضاعته. نعم. رجل يشتري من محل معين لحسن بضاعته، وهذا المحل يحتسب نقاطا معينة. وهذا المحل يحتسب نقاطا معينة، فإذا بلغت هذه النقاط. هذا كله من المراهنات، ما يجوز هذا. بع عليه وخله يروح، خذ الثمن وخله يروح. النقاط جوائز، ما ادري وش هالخرابيط ذي، هذه فيها إضرار بالمسلمين وفيها أكل للمال بالباطل، تدخل في القمار أيضا وهو المراهنة.